بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلفلاون، مرحبا يشون، مرحبا بكم في قناة النهار تيفي مع الشيخ النووي طالع هابط. الشيخ النووي طالع هابط، طالع طالع، هابط هابط، هابط طالع، كما جيت تخرج هي هي. النووي دائما هو النووي، طالع هابط دائما هي طالع هابط. وقناة النهار دائما قناة النهار، نلتقي بكم في يوم الأحد والثلاثاء والخميس في هذا الوقت، تقريبا دائما في هذا الوقت، خاصة اليوم الخميس في الويكند. هذه الليلة الجميلة المباركة إن شاء الله تكون ليلة ممطرة، إذا ماشي اليوم في الليل قد والصباح تنوض تلقاو الشتاء والأمطار. نحيوكم من قناة النهار من البرنامج طالع هابط، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في قناة النهار، قناة رقم واحد في الجزائر. دائما بعدنا نفوتوا التحية لأبناء الوطن القادر اللي راهم يشوفوا فينا في كل مكان، اللي راهم في الشرق في القرب في الشمال في الجنوب، خوتنا اللي راهم في القربة في أمريكا الشمالية الجنوبية اللاتينية، المتجمد الشمالي المتجمد الجنوبي، أوروبا آسيا أفريقيا، كاع خوتنا أبناء الوطن القادر اللي راهم يشوفوا في القناة، شوفوا البرنامج طالع حابط. وثاني دائما نحيوا أبناء الوطن، حماة الوطن، حماة الديار، المرابطون على الحدود اللي راهم واقفين في ذي الليلة يحمل الجزائر، يحمل الوطن، يحمل الجزائر الحبيبة، يوفرونا في الأمن، واقفين على أمن البلاد. نحيوهم من القلب من الأعماق كاع القوات المسلحة الجزائرية. ما نساوش ثاني لي بومبيس تاع البومبات تاع ليسانس، اللي فارماسيونات اللي راهم برمانوس، اللي راهم في ليزيرجونس، اللي راهم في السبيطارات، اللي راهم كاع مستشارين خدامين في الليلة. خير ما نبداو به دائما في القرآن، قلت لك في القناة وفي البرنامج. تلفتي الهضرة اليوم راني مازال ما تعشيتش، على هذيك راني داير هكذا. المهم خير ما نبداو اليوم ونفولوا به دائما كالعاده، قلنا دعاوي الخير للجزائر الحبيبه. خواص بلا ما نقولها قاين هضر الدعاوي يطلع يروح. وي يلا المؤمنين قاعد جميع الله يجعل ربنا يحفظنا يحفظ المؤمنين قاعد جمع الجزائر. الله يجعل رب العالمين يسترنا ويستر المؤمنين ويستر الجزائر كامله ان شاء الله يا رب العالمين، تكون بخير وعلى خير وتكون الجزائر لهنا ولغنا ان شاء الله. الله يحفظها ويسترها ويبعد عليها اولاد الحرام. الله يرحم الشهداء. والله تعالى يحفظنا يحفظ وليداتنا، والله يحفظ الجزائر، والله يحفظ كما قال لك بلاد الشهداء، فلسطين الله يحررها ان شاء الله. هذه هي قلنا الدعاء، الدعاء دائما ما ننساوش الدعاء، ندعو، والدعاء مش غير هنا في البرنامج، ندعو في كل وقت. مين نتفكروا الدعاء، ندعو ربي، ندعو ربي سبحانه عز وجل، ندعوه للخير، الخير يعم كاع الارض، السلام كاع يعم الارض. لخوتنا المؤمنين، خوتنا اللي راهم محقورين ومقبونين كاع في الارض، خوتنا اللي راهم في فلسطين، خوتنا اللي راهم في بورما، وخوتنا كاع يعني كاع البشريه. احنا نحبوا الخير لكل الناس، ما عندنا عداوه مع حتى واحد، بيناتنا الانسانيه وبيناتنا الاخوه. احنا في النهايه كاع ابناء ادم، خاصه لما نكون هنا في الجزائر. الجزائر يا جماعه صدقوني نقول لكم واحد الكلمه قبل ما نبداو اليوم الخبط والبرنامج وكاع والمخروبات. الجزائر والله العظيم، والله 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 خير. السبب اللي خلى عديانها بزاف هي العظمة تاعها، هي المكانة تاعها، هي التاريخ تاعها، هي الشخصية تاعها، هي يا سبحان الله. هذه البلاد هذه العجيبة القريبة، لما تخزر في الخريطة تاع العالم تلقاها قابضة القلب تاع العالم، الرأس تاعها يطلع على أوروبا ومراها أفريقيا وعلى يمنتها آسيا وعلى يسارتها أمريكا، والبحر منا والدنيا منا، اللهم صلي على النبي. وكأنها يعني سبحان الله الموقع تاعها، اللهم صلي على النبي، تاريخها اللهم صلي على النبي، الشخصية تاعها، أبناء الوطن كيف دايرين الجزائريين. نفتخروا بأننا جزائريين، ونبقوا نفتخروا حتى نموتوا احنا نفتخروا بجزيرتنا، ما نفرطوش فيها. بلادنا بلاد الجزائر، بلاد المحبة، بلاد الأخوة، وقعرنا فيها خاوة، مكة لا أسود ولا أبيض ولا شمال ولا جنوب، قاع خاوة. حتى ربي سبحانه عز وجل قال في القرآن الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما كانش قاع بوينا آدم، وقعنا ربنا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد، والموت واحدة، والحياة واحدة، كل حاجة واحدة، بلادنا واحدة، ما عدناش زوج، ما عدناش ثلاثة، ما عدناش خمسة، تاريخنا واحد. جدودنا بكري كي ناضوا تخلطوا، العنابي مات في تلمسان، والتلمساني مات في قسنطينه، وقسنطيني مات في تيزي وزو، ومن من الجي مات في المديه، والمديه مات في سوكراس، والسوفي مات في عنابه، وتخلطت الدم في كل البلاد. الدم تخلط من الشرق، تخلط من الغرب، حتى اننا نكشفوا
المعارك يروحوا لهذوك النصب التذكاريه تاع المعارك، نبداو نقراو في القوائم تاع الشهداء الله يرحم الشهداء، نلقى واحد من عنابه، واحد من سكيكده، واحد من لمديه، واحد من قالمه، واحد من سكرازه، واحد من تيزي وزو، واحد من مجايه، واحد من باتنا خلوطه. ناس جدودنا ماتوا من اجل ان تحيا الجزائر الحره مستقله، ونبقاو وارثين هذا الحي، هذا التاريخ واللي نفتخروا به الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نتقوا الله ربي نبداو خواص دائما كين كظل الهضره يبدا يتقلق العرض عليه. اليوم نبداو البرنامج بحاجه زينه، حاجه زينه طالعه الطالعه يعني والله العظيم. احنا رانا في البرنامج ورانا في قناه النهار نشوفوا ونعسوا ونتبعوا نتبعوا. لما تكون حاجه عندها مغزى وعندها رساله نقدموها للمشاهد ونقدموها للمسؤولين ونقدموها كاع لشعب الجزيره يشوف القناه ويشوف البرنامج. ولايه المسيله سبق وهضرنا على الوالي الحاج مقداد ولي المسيله، قلنا انسان طيب وانسان زراج زين وخدام ودعا وطلعناه واحد المره. هذا المره جاتنا عليه واحد الحيه واحد الحكايه والله العظيم. تحيه تاع انسانيه واخبه ومحبه للسيد والي ولايه المسيله، وموش غير هو هذا الشيء. هذا الوالي عرفنا واش دار، كاين ولات ومسؤولين راهم يخدموا في الخفاء، ولكن احنا كي جبنا والي المسيله اليوم باش نعطوه نموذج. شوفوا قبل خواص في المسيله سبيطار الزهراوي كاين مشكل تاع القصور الكلوي الدياليز، الماشينات تاع الدياليز. خاوتنا في المسيله مساكن يسوفروا ويتعذبوا النقص. السيد الوالي كي شكاوا للمواطنين وسمع بالقضيه واش دار؟ عيط المدير الصحه قال له دبر راسك شوف لي كيفاه نجيبوا ماشينه للمرضى وكاع. قال له يا سيد الوالي دوك لازم اجراءات وابيل دوفر وطاطاطي وطاطاطات ومنا وابيل دوفر ومنا ونديروها في الجران ونعيطوا ولا منا وسوميسيا ومنا واحد الشهرين ولا ما عرف شحال. قالوا الوالي كيفاه المرض ما يستناش. الوالي دخل بالقفازه تاعو وعيط الناس اللي بهم الخير ابناء المنطقه وجابوا ماشينه وداوها للسبيطار وجبنا لكم هذا الفيديو. اطلق خواص خلينا نشوف. هاي هاليك اللهم صل على النبي، هاوليك والي جزائري ابن الجزائر يعني، هاوليك الحاج مقداد والي ولايه المسيله، هاوليك ماشينه تاع الدياليز. يكثر خير ربي ويكثر خير المحسنين ويكثر خير ابناء الجزائر اللي فيهم الخير وفيهم المحبه وفيهم الانسانيه. قلنا لكم شحال من مره ابناء الجزائر كاع ضاويين طاير عليهم شويه قبار، خاصنا نمسحوا غير القبار هذاك باش الضوء يبان. هذا مكان احبس احبس يا خواص، شو احبس يا زاد اروح مشي خواص فاق يا دلنا لياه. اي لا مشي قهوه جرنان. احبس ها راهي النهار شفتوها بلا لازم يعطيني رشوه حق الاشهار تاع قهوه وجرنان في الشمس راديو. ها راهي النهار في كل مكان، النهار في القهاوي في السبيطارات النهار في السبيطارات في القهاوي في الريستورات في المطارات وفي كل مكان. المهم قلنا هاو السيد الوالي يشرف على تركيب الماشينه في السبيطار الزهراوي، حاجه زينه، هاي حاجه نفرحوا لها، حاجه زينه. والوالي كوكش ما يدير غلطه غادي ولا منها نهبطوه، حاجه زينه. رانا في بلادنا نعسوا بعضنا وندعموا بعضنا وننتقدوا بعضنا وعادي، رانا في بلادنا هذه هي. الوالي يقول هذه حاجه زينه، وكاين ولات راهم يخدموا، كاين مسؤولين راهم يخدموا بزاف القطاعات ابناء الجزائر. الجزائر ما فيهاش قائد النيابه، فيها المفسدين، فيها الرجاله، فيها الناس اللي فيهم حب للوطن ويضحوا ويخدموا و و و و و. السيد الحاج مقداد والي ولايه المسيله راك طالع. زيد له وحده يا اخي باطل طلع. هيا اطلق عليا. خلاص طلعه هاي دركا روحي يا الخضره روحي بسلامه. المهم الموضوع الجاي ما به لا طلعه لا ولو، ما كنت تبعوا مليح على بالكم يا اخي البرلمان يا خواص. البر الامان، بر الامان اللي راح ثما راح في الامان. 5 سنين هو يدي في الشهريه، 5 سنين هو عنده الحصانه، وخمس سنين ما يضربوا لا ريح لا شتاء لا برد لا والو. يا المهم البرلمان على بالكم هما الناس اللي يمثلوا الشعب، يهضروا على الغبينه تاعو، يهضروا على المشاكل تاعو ويدافعوا عليه، والحكومه تجيب المشاريع ويتناقشوا الامور تاع البوليتيك. ندخل مباشره، كاين واحد البرلمانيه، هذا البرلمانيه يسموها وقيل اميره سليم، اميره سليمه اي
هذا البرلمانيه درت سؤال شفهي للوزير تاع الخارجيه عبد القادر مسال وما جاش. حنا هنا مانا ضد امير اسلي، مانا مع الوزير مسال، مانا مع حتى واحد. البرلمان كيما ذاك النهار كان يناقش في القانون تاع الماليه، فارق زبزافي والنفنافي، ما جا حتى برلمان يجوك العشره، وبالصور درناها شحال من مره. وهذه أميرة قالت لك راني ماهوش عاجبني الحال لأن الوزير ما جانيش، هو الوزير ما جاكش، أنا ماشي ندافع عليه، هو بالك عنده ظروف ما جاش، وأنتم على ما تجوش كاع، هو واحد ما جاش، وأنتم ما تجيوش كاع، وحنا هو مع من نهضروا؟ نهضروا معاك ولا معاه؟ ولا معاكم ولا معاه؟ أطلق لي فيديو. والله أنا للأسف يعني أصبت بحالة إحباط شديدة واستياء، لأنه للأسف الشديد تم إعلامي صبيحة هذا اليوم تحديدا ساعة قبل بداية الجلسة بتعذر حضور وزير الخارجية لسؤال شفوي. لحظة قالت تعذر وصول وزير الخارجية، تعذر عنده عذر وزير الخارجية، على بالك شنو وزير الخارجية؟ دبلوماسية والمغرب العربي وجميع الدول العربية وظروف إقليمية وظروف دولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وقضية القدس وقضية ترامب وقضية البحر الأبيض المتوسط وما الشمال جنوب والحلف الأطلسي والمؤتمر الإسلامي واليونيسيف واليونسكو واليوسيسكو والدنيا. يا لا أطلق غواص. توجهت إليه منذ قرابة 3 أشهر، للأسف هذا دليل على أنه الوزير لا يكترث لمشاكل وهموم الجالية، مما يضر عليه عواقب غير حميدة على جاليتنا بالخارج. صح، وهذه يا أميرة يا وهذه قوة. شوفوا واحد برلماني زوج 3 4 5 6 7 8 9 10 وكاميرامان 11، واليوم خير دليل على ذلك. إيه؟ هذا يعد بالنسبة لنا اختراق للدستور في مادته 152 واللي تجبر أو تلزم الوزير بالنزول إلى قبة البرلمان عند مساءلته من عند مساءلته من النواب. احبس وانتم هنا شكون اللي يهضر معاكم وكيفاش نديروكم؟ واش من ماده؟ احنا واش من ماده نهضروا عليها انايا كعادل وزير تلزم الماده انه ينزل يا هنا عم نهضروا. اطلق خواص الفيديو اطلق يا جماعه، ما تستقبوناش. انا والله العظيم ربي راه يشهد قدوه الجمعه يا عبد القادر مسال، انا ربي سال عليه وربي سال عليك انت، ولكن ما الذي يعني ما المبرر الذي يجده وزير الخارجية لعدم حضور جلسة اليوم؟ بس ما هو المبرر؟ وانتم ما هو المبرر اللي خلاكم 460 واش عام النائب جيتوا غير 10؟ ما هو المبرر؟ اه ولا قعدتكم معذر؟ اه اطلق خواص. نراه هو يعني جزء يعني لازم يتحمل مسؤوليته ولازم يواجه النائب عند مساءلته. لا بس عبد القادر مسهل، وزير عبد القادر مسهل تتحمل المسؤوليه تاعك هكذا صح، وانتم يا النواب لازم ثاني تتحملوا المسؤوليه تاعكم. هو راه حكومه عنده برنامج وانتم راه امانه، هو ما فوت عليه حتى واحد، هو راه معين وانت خلاصه نهبطها. المهم من الاخر الجاليه واش درتوا لها؟ واش راه الوقت خواص؟ هيك ايه هيا هذا النايبه اميره ولا يسموها راكي هابطه يد واحده عطلق عليا. شحال كاين المصرف اليوم ولا ما كانش؟ ايه معليش. المهم يا جماعه الخير، ها كل واحد يخدم خدمته دوك على تهبلوا فينا. الجاليه عندنا 6.5 ملايين في فرنسا، 6.5 ملايين في فرنسا، وعندنا في العالم 1.8 ملايين. قادرين بالجاليه يا جماعه الجاليه نديروا حاله، ما كان والو. المهم خواص روح كاش ما تلقط لك كاش مصايرين مع هذا الويكند وبعد نكملوا هذا. هيا روح.
وليت ليا جبت لنا المصروف هيا خلاص اسيدي نروحو نكملو. قلنا هنا برك في ولاد تيبازا كاين واحد البلديه وهي دائره وساحليه ومعروفه وهاش كل ما يعرفش بوسماعيل بوسماعيل. ورحنا ضربنا لها دراج عام مره وهذه المره الثانيه رحنا ضربنا عيطونا على جرح القضيه رحنا لقيناها ما كان لها نقول مباشره راح تبدا لي بهذه تبدا لي بهذه راه بدا لي بلولا هذه خير سبحان الله يعني على كيفاش فيتكم قلت لكم اي بلاصه تروح لها تلقى فيها الخراب قد ما تطول فيها تجي تكتشف كما الناس تكتشف الاثار حنا نكتشف الخراب. بوسماعيل واحد الطريق عندها شهرين خدمت اروح اروح نشوفوها وصرا لها الطريق وكيف راهي دايره اطلق خواص واقلع النووي يقلع النووي اقلع النووي واقلع النووي وخدم الداود اخدم وعاود يا خدم الداود اخدم وعاود ادي لهم صيريفه حتى ولتراقد عمي داود اخدم وعاود ادي لهم صيريفه حتى ولتراقد يا عمي داود اخدم وشنو وشو كيف يا عمي داود اخدم وعاود ادي لهم صيريفه حتى وانت راقد يا عمي داود اخدم وعاود احمر وردم ما تخاف ما تخمم احمر وردم ما تخاف ما تخمم ها ايه في الحياه هذا وش اسمه الحياه الحي هذا لا مجيت بوسماعيل جال الشرقية صح الطريق هذه وكتاش خدموها لكم خدموها عندما دورت ساعة مازال ما قبل ساعة يا ودي عندها شهرين الشيخ وش بيك ما لحقتش عام ما لحقتش يا حسرة يا شيخ وش بيك هاكا تيك مذكور عليها كما قال قدم أربع كونترات خمسة وخرج كونترا وعاود باغي يولي خاطر علاش ياكل ياكل خاطر علاش ياكل ياكل دوك طاحت مع البوط ومن هناك متلين كاع بالكراسة ايه الطريق هذه راه تسمى مدغولة ايه هذا سمع خساره الدراهم تاع الطابي القدرو ايه احمر وردم ما تخاف ما تخمم احمر وردم ما تخاف ما تخمم يا هم 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 يا ربي شهاب يا عمي داود اخدم وعاود يا عمي داود اخدم وعاود يا عمي داود ها واش تقول خلاصه واش شفتوا يا عباد الله طريق عندها شهرين تخدمت اخدموا معاود قال لك بالك نعاودوها شوفوا كيف دايره شوفوا كيف دايره تضاريس جبلي يا عباد الله الطرقات عند الناس الكفار منا على برا في الخارج خويا السلام عليكم السلام ورحمه الله بخير خويا لاباس لاباس صافا خويا انت تكون في الليزون ديرو هنايا اه واش حكايه الطريق هذه يا حمود طريق مخدوعه 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 خلاص اللي روكار عياده كيف ديروا كار عياده شحال عنده وياك ملي خدموها بلي خدموها ضربت 10 ايام وراه خاطر علاش ياكل هذا هكاك شهر 3 شهور ولا صرا لها هكا صرا لها لي بيس عيالين قدم اربع كونترات خمسه وخرج كونترا وعاود باغي يولي خاطر علاش ياكل خاطر علاش ياكل تبدا بلي خدمه شبه ما يصراش بروبليم ها يا عباد الله شوفوا بعينكم ها يا عباد الله في غرضنا ماشي كارثه الدراهم كاينين والبروجي كاين والمقاول كاين تخدم عاوجة عليه يا عمي داود تخدم وعاود يا عمي داود تخدم وعاود يا ما تخمم ما تهمم يا عمي داود تدير المصيريفة حتى وانت راقد يا عمي داود اخدم وعاود خوتنا تواش يقول لك يا عمي صالح خالتي صلوحة يدوف المرضى في خاطر خاوتنا تواجه يا عباد الله شوفوا القضيه كيف شوف طريقة خدمت عندها شهرين شوفوا كيف دايره شوف تقول هذيك تاع الرسوم المتحركه كيما يضربوا بعضهم وينوضوهم لحد شفتوها شوفوا يا عباد الله شوف 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 شوف, شوف. هذا هم درك نروحوا لهم واحد اخر في بوسماعيل وقيل بعيد هذه في بوسماعيل سانترفيل صباح الخير خويا صباح الخير تسكن هنا ما نسكنش هنا نخدم هنا يا طرا هذه جبال قال لك الروكار هذا طرد لقاهم بوشي خدمتهم بعد خدمته تقدرونات و قال لك شو كسر له قال لك هذه هي البلاد راحت في قال لك وهما هما قال لك منسوبه الى قال لك
هما اللي داروا هما اللي راح يديروا. وقال لك هيا لا 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 روح للدوزيام دو دو ها هذيك حكاية وهي الحكاية الدوزيام في بوسماعين قيثم هنا تخرج من الطرود باش تدخل بوسماعين. شوف والله العظيم يا هذا الشيء أقلع النووي يا خواص رحمة الله والديك الله يرحمك الوالدي. شوف شوف يا عبد الله هذه عادي داروها السكان داروا الحجار في الطريق باش يبرو تيجيو الملي يمشوا على كرعيهم علاه صراو لي زاكسيدون. هذه ما صرات لا في بنغلاديش لا في الصومال لا في إريتريا لا في هونغ كونغ لا في طاو لا يا قال لك اخويا احنا رحمه الله حبينا نسقسوك الحجر هذا شكون يديرهم بالطريق احنا درناهم احنا المواطنين على جال باش نمشوا خلينا طريق لرواحنا. راك تشوف كاميوات يفوتوا منا لي سومي يفوتوا الطوموبيلات اكسيد فيتاس خلينا نروحنا باش نمشوا باسكو ما عندناش وين نمشوا يديروا دوبل فوا خاطر علاش كاين يفوتوا خمسه ست كراس ما تلقاش حتى وين تمشي هنا صافي انتوما احنا درنا هنايا الحجر باش نلقاو كيفاش نمشوا. عندنا الرسائل ورانا كاتبين الرسائل عندما اوناني دوموندينا لي دودان ودوموندينا باش ما يفوتوش لي سيمي رومارك منا وكاميوات لكسيد فيت بلوتو لي فواتور اكسيد فيتاس وما كان اوكي ريبونس. قدم اربع كونترات خمسه وخرج كونترا وعاود باغي يولي خاطر علاش ياكل خاطر علاش ياكل ترى عندهم اكثر من عام ما فاتوش منا ما شافوش الحجر ما هدروش ما حبسوش ميم با عادي نورمال عادي نورمال مواطن يدير الحجر في الطريق باه يحمي روحه الحوادث والسلطات المحليه تشوف والعبد يشوف والقطوطه يشوفوا والدنيا قاعده تشوفوا نورمال 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 في الجزائر الحبيبه الحجر في الطريق يا عباد الله. واحد هنا يا طوموبيلات على بالك يجوا اغروند فيتاس هانت ليا دراري يروحوا ليكول. انت يا بابا في رايك وضع الحجر في الطريق ماشي حاجه انورمال شويه؟ واشن رانا في بلاد انورمال كون انا في بلاد نورمال كون انا في بلاد نورمال البلديه ولا الدي تي بي اللي طرابو بيبليك يديروا لنا تروطوار وين نمشوا حنايا وين يمشوا ولادنا هنايا غير هنا 382 لوجمون 382 لوجمون يرحم والديك ما يمشوا في وسط الطريق الحمد لله 382 شحال من طفل هنا كان 200 ولا 300 طفل يروح ليكول صباح رباح الناس يجون يسوقوا بالعقل. هضرنا مع المير قلنا له دير لنا لي دودان ما حبش يدير لنا لي دودان خاطر علاش ياكل خاطر علاش ياكل خويا قلنا لهم خلونا نديروا لي دودان احنا بدراهمنا ما حبوش قال لك سي تان تابعنا نديروا ولا كات دودان من الطريق من هي حتى من هنا هنا السرعه كيجي فايت يحكم الفراش. الطريق هذه طريق عامره فيها بزاف الحركه. هي وشوف فيها كاميوات لي سومي طوموبيلات شوف راك تشوف دير الكاميرا مع الطريق وتشوف كم يا في المينيت شحال تفوت من الطوموبيل وشحال يفوت من الكاميو وشوف لافيتاس اللي راهم يمشوا بها وهذه سيتي لونتري داكلوميراسيون اون برانسيب لو كود دو لا روت يقول لك كونتري داكلوميراسيون 30 كيلومتر الور. فهمت ليا شوف كيف راهم يفوتوا كان يسمي رامورك فهمت ليا ماشينه تاع 18 متر يفوت قطر بالف طريق كيما هذه فهمت ليا زيد من هي هذه الطريق البلاكه باش تدير سونس على بالك بلي هذه العقليه تاع التروطوار مخدوم بالحجر في الطريق في الهند ما كانش لا لا في الجزائر كاين خويا في الجزائر كاين بلاد المعجزات فهمت ليا بلاد المعجزات خويا والله العظيم همي بكي من ضحك هي صح ملي بديتو تشوفوا التلفزيونات من بكري كش مراش تطريق فيها العجرة هكذا ولا غير صح قنوات الله يبارك فضائيات وطاطاطي وطاطاطاطو ولي ساتيليت وها ها ها كش مراش تلقاش فيلم ولا مسلسل ولا اخبار هكذا العجرة بطريق عادي عدي واحد العام ديرها من المواطنين ونورمال ما صراتش وين تلقاها في الجزائر بلاد المعجزات يا جماعة الخير ذيابة والجراوة تاع ابو اسماعيل دي تي بي وما شابهها ذلك راكم هابطين زيد واحدة زيد واحدة هذا قال لي نقول لكم حاجة والله العظيم اللي هو اللي في الحقيقة الوقت اللي ما يكفيش هي أنا قلت للجماعة كش ما يزودني وقت ما حبوش قال لك ريح كما راك النووي والله نحفروا لك المهم من ابو اسماعيل وين نروحوا نروحوا الالجي ولا نروحوا المدية خيروا المشاهدين يلا وين نروحوا نروحوا خواص فكرني قال لي لك انا رحت الميهوب ونسيت واحد الحيه زينه ما وريتها لناش
تحيه لخوتنا في الميهوب اللي ذقنا رحنا على جاكم الشطوات والماء. شوفوا يا جماعه الخير الكرباطه فتحتها ضربوني بعين والله غير ضربوني بعين. المهم اخواص شوف خليني نهضر مع المشاهد ما دخلش راح كي نقول لك اطلق اطلق يا المشاهدين كي تشوفوا الصوره هكذا واش تقولوا؟ تقولوا هذه قصر الداي ولا قلعه على شين ولا هونغ كونغ ولا تايلاند اصلا ولا غيرها يا ودي كون غير قلعه لسانتي خلاص كشفونا المشاهدين الاخوه المشاهدين كنت حنا نلعب لكم لعبه بصح كي شفتونا خلاص كي تشوفوا هكذا الصوره واش تقولوا؟ تقولوا هذه قصر لالا خداوج قصر عزيزه قصر الداي حسين قصر الدالي ابراهيم قصر البشاقه قصر هي ما قصر ما والو والله يا جماعه قيمه محلات الرئيس والله قيمه محلات الرئيس في الميهوب اطلق خواص وقلع النووي يا قلع النووي ها شوف هو اللهم صل على النبي تقول قصر الحمراء تقول في اسبانيا في قرناطه في قرطبه في قرناطه ولا في قرطبه ولا في اشبيليا ها من فوق من الارض دماغي بان تاع قرناطه ها شوفوا كيف داير اللهم صل على النبي قصر هيا ندخل القصر يا خواص هيا ندخل القصر يا خواص ادخل القصر يا خواص على بركة الله السلام عليكم يا أهل القصر كيف حالكم كاش ما كاين بايلة ولا والو يا عباد الله شوفوا القصر اللي كنا نشوفوا فيه من بعيد اللي عنده شابو أخضر تقول قصر شوفوا كيفاه داير في بلدية الميهوب ولاية المدية دائرة العزيزية يا عباد الله يا عباد الله شوفوا وشراح صاري في الجزائر هذا القصر هذا تبنى على سؤال هو محروق كما البيت الابيض يا خلي بكم البيت الابيض على سموه البيت الابيض تحرق وسبقوه بالابيض وايت هاوس هذا يسموه القصر هاوس القصر لك حل محروق شو يا عبد الله شو وش صاري في الجزائر من بوسماعيل الى الميهوب الى صبرا الى مغنيه الى السوعليه الى سكراس الى عنبه الى سطيف الى العلمة سطرنو الى جيجل الى سكيكدا الى تمن راسات الى حسين سعود في كل مكان الخراب في كل مكان يا عباد الله والكروه هذه مقلوبه دايره هاك هذو محلات في الميهوب يا خواص شحال مازال الوقت هيا روح لي من الميهوب للعاصمه وين الحسين داي على قلت لكم هنا القصر تاع الداي حسين دوك نروحوا للحسين داي القصر استنى القصر تاع حسين داي في الميهوب مبني قصر وكي نروحوا للحسين داي نلقاوه بالزجاج مانهاتن اطلق خواص المركز التجاري المجاهد الراحل عبيد رابح يا لو كان جات كاينه اوبسيو تاع المجاهدين والشهداء ينوضوا هذا راه مجاهد ان شاء الله ربي يطول عمره بويناء المجاهد الراحل ربي يرحمه والله قالب قال لك النووي هبل النووي ولا ما يعرفش يفرق بين المجاهد الراحل والمجاهد الحي المهم جدودنا ربي يرحمهم الشهداء والحيين ربي يطول في اعمارهم وربي يعطينا البركه قال لك اللي راح له كبيره راح له تدبيره شوف يا عبد الله المركز التجاري حي بروسات في لوساندي في السانترفيل الجي تبنى عنده 8 سنين هو قاعد هكذا ما تسربع ما تباع ما تكرى ما ريبوه ما كراوه ما خدموه ما دقدقوه ما مدوه ما سرقوه ما سمعوا والو قاعد غير هكذا قاعد هكذا تبنى وقاعد هكذا يا سيدي يدوه مدوه ما تمدوش ادوه ايه لا 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 ادوه ما تدوش مدوه اكروه سلفوه اسرقوه صدقوه ريبوه ديروا له حاجة سبحان الله العظيم كل ما يلحق البوط راح نسلبوه راح نمدوه راح نوزعوه والو قاعد القيفي اوه 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 بدلها سربوا اوه مدوا اوه سرفوا اوه اكروا اوه بيعوا اوه دقدقوا اوه خواص قال لي خلاص لك الوقت يا اوه المهم الذيابة تاع الميهوب ولاية العزيزية المدية راكم هابطين والذيابة والجراوة تاع حسين داي راكم هابطين اطلق عليا خواص ما تقوليش خلاص الوقت كاش ما يزيدونا شوية ولا وهي والرشوة ولا ما تاكلش معاكم هاو كيف هندير لكم درك انا شحال مازال وقتي خلينا من الرشوة شحال مازال وقت خلاص سنة ندير تحية لولاد بلادي يا سيدي ولاد بلادي راك نجي راح نحييكم ما يخلينيش خواص وعايشة المهم أبناء الوطن الغالي في هذه الليلة المباركة اردوا يديكم ادعوا للجزائر ربي يحفظها أمين ربي يعطيها الخير
ربي ان شاء الله ينورها وربي يحببنا لبعضنا، ربي ينور قلوبنا ان شاء الله، ربي يحفظ الجزائر يعطيها الامن والاستقرار. الى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واطلق حواس جيش النووي العظيم. نوي هابط، نوي هابط، نوي طالع، نوي هابط، نوي